بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ النهاردة جايين نتكلم معاكم بشكل مختصر عن روشتة الشلل الرعش. تعالوا نكتب كده مع بعض، روشتة الشلل الرعش. في البداية قبل ما نتكلم عن روشتة الشلل الرعش، خلينا نقول إن هذا المرض سببه إيه عشان نعرف إيه حتى إيه الأدوية اللي بناخدها. اولا لما نيجي نتكلم عن شلل الرعاش بنتكلم عن حاجتين، بنتكلم عن زياده الاسيتيل كولين في الجسم وقله افراز هرمون الدوبامين. يبقى زياده الاسيتيل كولين في الجسم وقله افراز الدوبامين في الدماغ، وبالتالي كنتيجه لقله الدوبامين في الدماغ بيحدث الشلل الرعاش. طب احنا دلوقتي خلاص عرفنا السبب اللي هو زياده الاسيتيل كولين في الجسم وقله افراز هرمون الدوبامين هو السبب الرئيسي للشلل الرعش. يبقى دلوقتي هنكتب حاجتين، هنكتب حاجه علشان تقلل لنا من الاسيتيل كولين في الجسم، وحاجه تزود لنا من افراز هرمون الدوبامين في الدماغ. لما نيجي نتكلم عن زياده افراز هرمون الدوبامين بنكتب حاجه دي بنسميها اللي هي السيناميد. دي عبارة عن أقراص، بيبقى قرص مرتين يوميا، يبقى عبارة عن قرص مرتين يوميا لزيادة الدوبامين، أو نكتب بين قوسين لزيادة الدوبامين. ده كده واحد. تاني حاجة بنكتب حاجة علشان تقلل لنا من الأسيتيل كولين اللي موجود بشكل مبالغ فيه، بنكتب حاجة اسمها الكوجين تول. الكوجين تول ده عبارة عن أقراص، وده بيبقى قرص مرتين يوميا، ده علشان نعمل بيه علشان نقلل بيه الأسيتايل كولين. تمام، يبقى احنا كده عرفنا الروشتة ده. زائد ان احنا يعني كأطباء تغذية بشكل مستمر بنكتب مكمل غذائي مفيد جدا 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 في حالات الشلل الرعش. طب ايه هي المكمل الغذائي المهم جدا واللي ليه دور بالغ في برضه في تحفيز هرمونات الدوبامين في الجسم؟ برضه نقدر نتكلم عن حبوب الاوميجا 3. يبقى نكتب تحت كده، هنا مكمل غذائي اللي هو الاوميجا 3 كبسول. دي هتبقى عبارة عن كبسولة مع كل وجبة، يعني نقول 3 مرات يوميا. وبكده تكون خلصت الحلقة بتاعتنا النهاردة. لو عجبك الفيديو، لو وصلت لحد هنا وعجبك الفيديو، ما تنساش ان انت تضغط لايك تشجيع علينا عشان نكمل بشكل مستمر، وطبعا وشارك الفيديو مع أصحابك وحبايبك علشان الناس تستفيد. شكرا لكم، كان معاكم دكتور أحمد عطية دهشان. دمتم بصحة وعافية، مع السلامة، باي باي.